السياره. اييه سيدي حسام السياره وناقض بلاصه الطوموبيله مشيت نخدم، جيت نتفاجئ عيطوا لي الناس عن طريق الهاتف قالوا لي السياره ديالك راه قال اعطاب من جراء واحد البلافون ديال الباركو ديال واحد الموبل طاح. وبالفعل جيت عيطها لقيت انا كسور اضرار، كاين البلافون ديالو كله فشق وتتقب وباربيسو تشقق، والسياره اللي جات بيتي كلها طلعت تيار تاع الجيش. باش تامين تاعو كان كان لاسيرونس، لاسيرونس هاد لاسيرونس ماشي نعم لا جاو غير البوليس. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.